كوردون بلو بجيب الصدر بتاعي بشيل منه الفيليه عشان اعمل ستريبس، الصدر كامل بجيب منه اشيل منه الفيليه بتاعه واعمله زي كده يا عم حسني وافتحه ساندوتش قدامك اهو. ادي الصدر بعد ما خدت منه الفيليه، يعني انا بوظف كل حاجه لحاجه، يعني من الاثنين اطلع الصنفين. خدي بالك من الفكره، يعني الصدر يطلع لك كوردون بلو ويطلع لك ستريبس، الفلاهات بتاعتك تاخديها بتاعه. بعد كده يا حسني ما خدنا الصدر كده، بص فتحته ساندوتش، بص فتحته ساندوتش، واروح حاطه كيس فوق وكيس تحت وافرده بالراحه بالمبط بتاعي يا عم حسني. بعد ما فتحته ساندوتش وخدت منه الستريبس الفيليه بتاعه وفتحته ساندوتش ببطه، واهم حاجه الحروف بتاعته عشان تلحم مع بعضها. يبقى اول خطوه اهو قدامك اتفرد بالشكل ده يا حسني، بالشكل ده كده قدامك، يا جمالك يا حركاتك يا تكات. اجيب التاني برضو اللي انا فتحته ساندوتش اهو يا حسني، بنفس الطريقه فتحته ساندوتش، واروح حاطه كيس تحته وكيس فوقه وبالمبط برضو. قول سلام عليكم يا حاجه زينب. عليكم يا شيف حسن. صباح الفل يا حاجه زينب. ازيك يا ابو علياء؟ صباح الفل يا حاجه. بركه اللي انت طيب. الحمد لله يا حاجه. الله يخليك. سلام، انا حاسه بيك صوتك مش زي امبارح. واخد برد بس معلش. انا حاسه بيك والله العظيم اول ما فتحت التلفزيون. ربنا يخليك يا حاجه. الف مليون سلامه يا غالي علينا. ربنا يخليك يا حاجه. ربنا يخليك. عايزه تتبيله البفتيك والنبي يا شيف حسن. حاضر. حاجه ثانيه غير البفتيك؟ الله يسترك يا ولد ويبارك لك وينور بصيرتك. امين يا رب العالمين يا رب. امين يا الف شكر يا حاجه. تعالى كده بعد يا حسني ما سفرت خدت الصدر بتاعي خدت منه الستريبس هعمل بيه نوعين، وبعد كده فخدت بقيه الصدر فتحته ساندوتش وعملت كوردون بلو هعمل له تتبيله برضه، ميه بصل، عصير ليمون، شويه ملح، شويه فلفل، وشويه زعتر. خد بالك من التركه دي، دي التتبيله بتاعت الكوردون بلو وبتاعة الستريبس. انا بتبل لك كل حاجه وابدا اسوي كل حاجه واحده واحده. الاول تبلت لك الزنجر وتبلت لك الفياجرا، ودلوقتي بتبل الكوردون بلو وبتبل الستريبس. الستريبس انا قلت انا خدت الفلهات من الصدر اهو، الفليه بتاعي خدته من الصدر عشان اعمل بيه صنف، وهنا خدت بقيه الصدر فتحته ساندوتش وبطيته بالمبط بتاعي وبقى عندي بالشكل ده.